مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في فقرة ضيف، وفيها نتوسع في ملف عودة العمل في أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين إسبانيا والمغرب، مع ضيفنا الأستاذ محمد الشرقي الكاتب الخبير الاقتصادي. أستاذ الشرقي أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد برويس، أسعد الله مساءك. إذا شرعت إسبانيا في تزويد المغرب بالغاز الطبيعي المسال بالتدفق العكسي عبر الأنبوب المغرب أوروبا، وهو الأنبوب المتوقف منذ نوفمبر الماضي، ما معنى تشغيل الأنبوب بالاستغناء عن الغاز الجزائري وبالتدفق العكسي؟ وهو للأسف كانت الجزائر يعني تراهن وكانت تتوقع حتى أن هذا الأنبوب لن يكون يعني له مستقبل إلا من خلال يعني الغاز الجزائري، وبالتالي كانت تعتقد أن عندما قطعت الغاز يعني الغاز الجزائري على المغرب وطبعا على إسبانيا وأوروبا، فبالتالي هي يعني أقبرت أو أني نقول يعني قتلت يعني الأنبوب، لكن يعني الرهان الجزائري خسر، وكما خسرت الجزائر اقتصاديا تجاريا سياسيا دبلوماسيا، وحتى خسرت سمعتها، لأن اليوم الأنبوب عاد يعني عاد يشتغل بتعاون بين إسبانيا وبين المغرب، هذه المرة بتقنية أخرى وهي تقنية ريفلو، وهي من إعادة يعني أو عكس التدفق يعني أو عكس الضخ من الشمال إلى الجنوب، عوض أن يكون من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي يعني لم يعد هناك مشكل بالنسبة للأنبوب. طبعا هذا جزء فقط من تعاون استراتيجي بين إسبانيا والمغرب في مجال الطاقة، هذا ما قالته الوزيرة المكلفة أو الناطقة باسم الحكومة يعني روردغيز، قالت أنه إسبانيا والمغرب لهما شراكة ولهما تحالف في عديد من المجالات والقطاعات، وطبعا من بينها قطاع الطاقة، فبالتالي يعني اليوم القطاع يعني الطاقة أو نقول الغاز هو جزء فقط من قطاع الطاقة الذي يعني هو يعني قطاع كبير جدا بين إسبانيا والمغرب، وبالتالي هناك آفاق كبيرة جدا، والتعاون بين البلدين مفتوح على كل المجالات، وطبعا الأنبوب الغاز اليوم هو ملكية يعني صرفة يعني حصرية ونهائية بالنسبة تابعة للمملكة المغربية، وبالتالي إسبانيا يمكنها أن تستفيد طبعا من هذا الأنبوب وأن يكون هناك تعاون. طبعا اليوم هناك اكتشافات أخرى لا ننساها في المغرب، في العرايش، في تندرارا، في الصويرة، في أكادير، يعني الحمد لله يعني الحركة ديال الاكتشافات يعني متوسعة يعني تعطينا يعني نتائج إيجابية. أيضا إسبانيا مهتمة بالدخول في مشاريع كبرى في المغرب في الطاقات المتجددة، والمغرب أيضا سيدخل قطاع الطاقة الغازية أو الغاز المسال GNL يعني الغاز ناتورال، غادي يدخلوا من خلال أنه غادي يبني حتى هو محطات في عدد طيب. من الموانئ المغربية لإعادة أيضا تصدير الغاز إلى أوروبا. أنت تابعت التطورات، والجزائر أبلغت من طرف إسبانيا، ليس بزيارة رسمية، ليس في إطار دبلوماسي، أبلغت بإيميل ببريد إلكتروني بأنه سيتم تشغيل الأنبوب بالتدفق العكسي. الجزائر هددت بفسخ العقد المبرم لتصدير الغاز إلى إسبانيا إذا تم تصدير أي كميات منه إلى المغرب. إذا وضعنا جانبا الاعتبارات النفسية، ما مدى جدية ومقصدية أيضا هذا التهديد، ولماذا برأيك تهدد إسبانيا تهدد الجزائر إسبانيا؟ اولا تهديد الجزائر ليس جدي، ولكن هذا يكشف يعني نوعين من السلوك، سلوك بلد اوروبي اللي هو اسبانيا بلد متحضر يعني ابلغ يعني فقط ابلاغ يعني اشعار الجزائر وزاره بالبريد الالكتروني بالبريد يعني اشعرهم انه سنبدا غدا الاربعاء او الخميس في ضخ يعني الغاز من اسبانيا الى المغرب، وان هذا الغاز هو غاز دولي شراء المغرب بعمله صعبه، وانه في اطار اتفاق تجاري محض فقط كوميرسيال، وان أنه إسبانيا يعني استجابت إلى الطلب المغربي، وبالتالي الجزائر ليست معنية إلا إخبار، لكن رد الفعل الجزائري الذي يعكس يعني نظام يعني ستينياتي أو نقول يعني بعقلية ستينيات والسبعينيات، وهذاك يعني نقول يعني واحد نوع ديال، لا أريد أن أقول شيء آخر غير أنه غير مقبول في العلاقات الدولية.
يعني حولت يعني هذه الرسالة فقط ديال الإشعار إلى تهديد أنه الجزائر ستهدد إسبانيا في حالة إذا أقدمت إسبانيا على بيع ولو شحنة ولو جرام ولو درة من الغاز الجزائري إلى المغرب، رغم أنه في الرسالة للإيميل قالوا فيها أنه يعني راه ماشي ديال الجزائر، هذا غاز شراء المغرب من السوق الدولية، وفقط إسبانيا عملت عملية إعادة تحويله من غاز يعني مجمد إلى غاز سائل. بالتالي يعني أين المشكل؟ الجانب الثاني وهو أنه هذا النوع من يعني التهديد يعني في رأيي غير صائب، لأنه كان ممكن أن يعني الجزائر تطلب أشياء أخرى، مثلا رفع الأسعار أو مفاوضات في إطار كوتا أو أي شيء آخر، ولكن أن تهدد يعني بوقف الأنبوب أو بوقف الشحنات فقط لأنه المغرب، هنا يعني المغرب ما عندوش يعني موضوع يعني في الموضوع، يعني العلاقة ثنائية بين إسبانيا والجزائر، اتفاق بيناتهم ثنائي، يعني ما دخل يعني المغرب، فبالتالي هنا كاين واحد الخلط بين ما هو نفسي وحتى عقدة نفسية تجاه يعني المغرب من جانب الجزائر. إذا نظرنا في السياق أستاذ محمد الشرقي، أنت تعرف بأنه روسيا أوقفت تزويد أو هددت وأوقفت تزويد عدد من الدول الأوروبية بالغاز، وهذا التهديد الجزائري الآن بوقف إمدادات الغاز من الجزائر إلى إسبانيا يأتي أيضا في هذا السياق، ما أوجه الشبه في هذين الموقفين الجزائر وروسيا وما يتصل به من مساومة أو استفزاز بالنسبة للأوروبيين والغرب عموما؟ هو يمكن يعني تفسيره على أنه فيه نوع من الابتزاز، يعني هذا الكلام قالته وسائل الإعلام الغربية كلها، لكن على الأقل بالنسبة للروس يعني للروس يعني قدموا واحد تبرير اقتصادي، يعني إن شئتم الغاز الروسي فادفعوا لنا بالروبل، يعني ربما هذا نقول يعني واحد تبرير، ولكن يعني على الأقل يبقى تبرير معي. بينما الجزائر أخلطت ما بين ما هو سياسي ونفسي وما هو اقتصادي، بالتالي يعني أن يكون هذا التهديد في هذا اليوم الذي يصادف وقف الإمدادات ديال الغاز على بولونيا وعلى أعتقد بلغاريا، هذا يفسر عند الأوروبيين بأن الجزائر يعني شريك غير مأمون يعني لا يثق به، وبالتالي يعني يشكل خطر على التجارة بالنسبة لمستقبل الطاقة في 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 أوروبا، وبالتالي اليوم الأوروبيون يعني يضعون الجزائر في الجانب ويفكرون ببديل، والبديل اليوم ونقولها صراحة هو الغاز النيجيري عبر المغرب، يعني بالتالي أنه أعتقد الجزائر بكل هذه الحماقات وهذه الأخطاء التي ارتكبتها على مدى سنة قدمت خدمات جليلة للمغرب، واليوم الأوروبيون وإسبانيا قالتها رسميا تقريبا، يعني قالتها الصحافة ولكن يرى تقريبا تهيئ رسميا لأن إسبانيا تريد أن تدخل على مشروع الغاز ديال نيجيريا المغرب، وبالتالي حتى اليوم الأوبيك دخلت على الخط، وبريطانيا طبعا دخل على الخط، وأمريكا يعني تساند، وشركات أمريكية كاينة في المشروع، والمشروع تهم 14 دولة وهي دول يعني كما كان حال دول إفريقية ودول ناضجة ودول يعني لها يعني مستوى من المصداقية قياسا للجزائر، وبالتالي يعني اليوم الجزائر تجد نفسها يعني معزولة في هذا النقطة، قلنا معزولة دبلوماسيا ولكن اليوم معزولة حتى اقتصاديا. أستاذ محمد الشرقي، في هذا النقطة تحديدا تحدثت أنت عن روسيا وما يجري الآن فيما يتعلق أيضا بسوق الغاز وكيف برز أيضا كعنصر من عناصر المساومة فيما يجري في أوكرانيا، وأيضا الحالة في الجزائر وما أظهرته المواقف هناك من يعني مستوى شراكة لا يعول عليه كثيرا بالنسبة للأوروبيين، لكن هناك تغيرات جوهرية، هناك الغاز الأمريكي وهناك ما يعتمر الآن تم التوقيع على مرحلة جديدة من الدراسات لإنجاز هذا المشروع نيجيريا المغرب، أنبوب الغاز نيجيريا المغرب وأيضا في اتجاه أوروبا لما لا. هل نحن مقبلون على جغرافية جديدة لسوق طاقة الطاقة والغاز تحديدا؟ أعتقد كذلك أستاذ محمد، أعتقد لأن اليوم يعني نحن في المرحلة ما يسمى الفيد، هي الفرونت إند عند إنجينير يعني ديزاينر، أو يعني المرحلة ما يسمى يعني دراسة يعني الجدوى
اللي غيمر منها يعني المناطق اللي غيمر منها يعني الأنبوب داخل البحر، والجدوى الاقتصادية بالنسبة للسكان فيما يخص التنمية وفيما يخص الكهرباء خاصة يعني الكهرباء ديال غرب إفريقيا، وخلق يعني ما يسمى يعني واحد الاندماج اقتصادي وتنمية ديال مجموعة ديال تقريبا واحد 14 أو أكثر ديال الدول. وهذا طبعا مهم من ناحية الاستراتيجية للعالم، خاصة أوروبا، لأن يعني غادي تخلق واحد المنطقة فيها واحد الاستقرار اقتصادي وبالتالي مفيد جدا إسبانيا في معالجة مشكل الهجرة، وأيضا مهم بالنسبة لإسبانيا في تأمين احتياجاتها على المدى المتوسط في مجال الغاز، وبالتالي ما تكونش تحت رحمة لا روسيا ولا الجزائر، وبالتالي غادي تكون يعني واحد النوع من الشراكات الدولية، لأن مشكل الجزائر ما هو؟ وأنه دولة فقط يعني سوناتراك التي تمثل الدولة، لأنه لو كانت الجزائر دولة ليبرالية مثلا وكانت فيها شركات متعددة الجنسيات التي تتولى الغاز مثلا لما كانش هو المشكل، فبالتالي هذا المشروع ديال نيجيريا والمغرب طيب. هو غادي يكون مشروع دولي، ولذلك شكرا. اليوم تتعمل دراسات حتى يكون يعني فيه واحد يعني نقول اقليمي ولكن في معايير دولية. عناصر مهمة جدا، شكرا جزيلا لك استاذ محمد الشرقي.